أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والتسبيح هو التنزيه، تنزيه لله في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله في إطار ليس كمثله شيء. هذا التنزيه مصلحة لك أيها الخلق مخلوق، لأن معنى ذلك أن لا يوجد لله شبيه لا في وجوده ولا في بقائه ولا في تصرفه، فكأن الخلق جميعا محكومون بأعلى منه، هذا يضمن لك أن تعيش معهم آمنا. إذن فتنزيه الله وكبرياء الله وعظمة الله لصالحك أنت. ليه؟ لأن ما دام الكل يعرف إن في أعلى منه ما حدش يقدر يعمل أي حاجة في التاني، يبقى أمان المجتمع في أن يكون الإله ليس كمثله شيء، عالي على كل شيء. إذن يجب حين تنزهه أن تنزهه تنزيها لا مجردا، ولكن تنزهه وتحمده على أنه ليس كمثله شيء. يبقى سبح نزه تنزيها مصاحبا للحمد، تحمد على إيه؟ على أن ليس كمثله شيء، لأن دي ضمان لك أنك محكوم بأعلى من الكل، ما يستطيعش قوي أن يطغى على ضعيف ولا غني على فقير ولا تبقى مصلحتك ولا لا. يبقى أول نعمة تحمد الله عليها أنه متكبر محدش يقدر يعمل ولا حاجة وأنه منزه. يبقى الحتتين دول لمصلحتك. يبقى ساعة ما تسبح تسبحه تسبيحا مقرونا بالحمد لله على أنه ليس كمثلك شيء، وما دام ليس كمثلك شيء يبقى انا عايش وانا مطمئن، وكل الخلق بالنسبه لك يا الهي واحد، ما فيش واحد، ما اتخذش ولد ولا اتخذش صاحب، انتهى كل شيء. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يقول لك كفاك فلان، يعني ما تحتاجش لحد معاه، يبقى حسبك الله، يبقى بزياده عليك ربنا. ليه؟ لأنه يدينا كل اللي انت عايزه، وإن منع فيمنعه عنك الشر. اللي انت بتعتبره خير يقول لك لا ما ينفعش، ده عامل كنترول عليك، حتى تقول له يا رب اديني الشيء الفلاني، هو موظف عندك يقول لك انت طلبت ده على انه خير بس هو مش خير، ولذلك انا هعمل جميل فيك ومش هسمع كلامك يا غبي، مش هسمع كلامك، هنفذ دي شوية هنفذ. لا، احنا قلنا زمان اللي عندها ولد واحد لا يميل فيه هتقول له اشرب نارك، مش بتقول له كده؟ طب بالله لو ربنا طاوعها بقى تبقى الحكايه ايه؟ ولا تقول اعمى ولا شوفكش؟ طب لو ربنا جاوبك على الحكايه دي تبقى ايه؟ يبقى اذا من رحمه الله ان يمنع الاجابه، يبقى منع الاجابه اجابه، منع الاجابه اجابه. نعم. طيب هو بيقول له ايه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت. اثر دي ايه؟ قال له لانه هو ده اللي عارف خبايا الناس كلها، وانعمل ويكتب يضحى يجي يقول لك عليه، ما قالكش على اللي بيقول في نفسهم ولا يقولوش، ما قالش ويقولون في انفسهم. طب وايه اللي عرفكم ده بيقولوا؟ ده بيقول لك اللي قالوه في نفسهم، ده ما قالوش، ده في نفسهم. يبقى وبيتامروا عليك وبعدين يدول لك يعملوا كذا ويدول لك يعملوا الجن ويدول لك، يبقى انت تطمئن ولا ما تطمئنش؟ يبقى تتوكل على الحي الذي يموت، لان الله عليم بالذنوب التي قد لا تدركها أنت ولا حيلتك ولا الجواسيس بتاعك ولا ولا إلى آخره. ويكفيك أن يعلم الله ذنوب مين؟ ذنوب أعدائك، ويبصرك ويعمل لك الترتيب اللي إيه؟ ويمكرون ويمكر الله. نعم. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الخبير هو الذي يعلم خبايا الأمور، ولذلك أنت لما تيجي تعمل عملية وعادة تجيب مهندس، انما عمليه معقده قلنا اقوم لها ايه بقى؟ نقوم لها خبير. يبقى ذي اللي يعلم ايه؟ خبايا الايه؟ الامور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يبقى ما دام بالشهاده تتكل عليه ولا ما تتكلش بقى؟ لا تتكل عليه قوي، تسبح بحمده قوي. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وبعدين يجيب برضو ايه كونيه، شويه يقول كده وبعدين يجيب ايه ايه؟ لعله يصادف رقة قلب واستمالة مواجيد.
الذي خلق السماوات والأرض. خلق السماء والأرض، قال لك ايه انت فاهم السماء والأرض دي عملية سهلة؟ ده قال لك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ده الناس اللي بخلقهم يموت بعد يوم، بعد ساعة، بعد شهر، بعد سنين، بعد كذا، بعد كذا، يتلخبط في حياته ويبقى كذا وكذا. إنما السماء والأرض مخلوقة بهندسة إيه؟ وشوف طول العمر بقى مش ولا حيمسكوا السماوات أن تقع على الأرض إلا إيه؟ إلا بإذنه، مش كده ولا لا؟ الحق سبحانه وتعالى بيقول إن السماء والأرض دي في خلقتي، لو أنت تدبرت أكتر من إيه؟ أكتر من خلقك أنت. طب إن في الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. طبعا احنا كنا اتكلمنا عندي حكاية الستة أيام دي، وقلنا إن آيات جمهرة آيات القرآن تدل على أن الخلق في مدة ست أيام، إلا آية واحدة، إلا سورة واحدة فيها آيات تشعر بأن الخلق بثمانية. أنتوا فاكرين الكلام ده أظن ولا مش فاكرين؟ طيب إن إيه؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، مش كده؟ طيب وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، مش كده؟ عمل إيه بقى تاني؟ وبارك فيها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام واثنين قبل كده، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقى المجموع كام؟ يبقى ثمانية. الله، كل مجمل يخضع للتفصيل إلا تفصيل العدد فيرجع للمجمل. إزاي؟ قال لك هو بيتكلم عن خلق السماء والأرض. الذي خلق إيه؟ السماوات والأرض وما بينهم، خلقهم في قد إيه؟ في ستة أيام. يبقى الاثنين السماء والأرض والبينية اللي بينهم. طب وبعدين تكلم عن خلق الأرض، خلق الأرض في قد إيه؟ في يومين. وبعد جعل فيها رواسي، شيء من مستلزمات الأرض، يعني أكن من تتمة الأرض الرواسي، وقدر فيها ايه؟ قوتها في أربعة أيام. يبقى الأربعة أيام تكملة لمين؟ لخلق مين؟ يبقى الأيام دي تكملة لليومين. يبقى كأنه قال في أربعة أي في تتمة أربعة أيام، الأرض في يومين ايه؟ وكملت في أربعة، يعني زي ما تقول سيرته إلى طنطا في ساعة وإلى الإسكندرية في ساعتين، داخل فيهم الساعة ايه؟ بتاع الطنطا. يبقوا اليومين داخلين في ايه؟ في الأربعة. انت تقدر. الله يخاطبنا ونعلم اليوم، لأنه بيخاطبنا واحنا نعرف مدلول اليوم ايه. يبقى في ستة أيام، يعني الأيام اللي انتوا عارفينها، وإلا لو كان فيه يوم احنا ما نعرفوش يبقى ما يكونش له معنى، ما نفهمش. الله، طيب طب ده الخلق في كون، بيخلق بإيه؟ كون، مش عايز زمن. أم قال لك فيه فرق بين عملية الخلق وبين ما يحتاجه المخلوق في ذاته. انت مثلا افرض ان الزبادي غلي، بقت كوباية الزبادي بكذا، قلت ما نعمل زبادي في البيت، علمت الاولاد يعملوا الزبادي، بتجيب اللبن، هات شوية اللبن وتحط فيه ايه؟ حتة الخميرة من البتاع وتسيبه، يبقى عملت زبادي. انما هل تاكله ساعتها زبادي؟ ولا يقعد مثلا 12 ساعة؟ ها؟ يبقى الزبادي العمل في كام؟ في 12 ساعة؟ ده ما زودناش العملية في 12، ده احنا ايه؟ يبقى فيه فرق بين إرادة أن يكون وتدي له ويتتفاعل بقى في نفسه. تروح تفصل طبعا بوعة خيار، يقول لك والله مدتنا عندي شهر. هو بالله هيعمله في شهر؟ إنما هو مدته عندي شهر. يبقى فيه فرق بين الخلق وبين المخلوق بقى ياخد دوره يتفاعل ويعمل ومش عارف ايه وبتاع. يبقى إذن الله في عمله لا علاج له. علاج يعني معناها ان الزمن دي تعمل دلوقتي ودي بعدها ودي بعدها ودي بعدها، ربنا بيعمل بايه؟
بكن فيكون. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. طبعا استوى بقى احنا عرفنا ان فيها كلام كتير، استوى صعد وجلس وارتفع وعلى، هنا بينزه الله عن ان يكون له استواء على العرش، يعني مش قاعد على العرش. قال لك دي رمزية لتمام الامر بما نعرفه في عادة الملوك في الدنيا. الملك بقى يقوم يعمل ياخد ملك ويقعد بقى ينظم كذا وينظم كذا وينظم كذا، وبعد ما ينظم كله يروح يقعد على العرش. يبقى ما يقعدش على العرش الا امتى بقى؟ يبقى استتب له الايه؟ استتب له الامر. ثم استوى على العرش. الرحمن، الرحمن. يبقى العمليه كلها، كلها دائره في اطار الرحمانيه، كلها دائره في اطار ايه؟ في اطار الرحمانيه. طيب فاسال به خبيرا. اسأل به خبيرة. طب خلق السماء وخلقني، ما نقدرش نعرف احنا اتخلقنا ازاي، لان ما شفناش حاجة، ولا نعرف اللي اتخلق قبلنا من السماء والارض وما بينهما ازاي. ما نعرف دي ازاي؟ منين نعرفها؟ من الذي خلق. ما تقعدش تقول انا اعمل بقى ومش عارف ايه واتخلقت ازاي، قالوا الشمس انفصلت عنها اللي مش عارف الايه، وبعدين الارض بردت شغلانة. ولذلك الحق يفصل في هذه المسألة، يقول اوعوا تسمعوا اي كلام من اي احد في انتوا اتخلقتوا ازاي ولا السماء والارض اتخلقت ازاي. دي ما يجيبهاش العلم التجريبي ابدا. ولذلك يقول ايه؟ خذوا بالكم، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. يبقوا الاثنين دولي، امال يعرفوا المعلومات دي من مين؟ من هو اللي يقول؟ هو اللي يقول. يقول عشان يبين لك ان فيه مضلين سيوجدون في كون الله، يقول لك ده السماء اتخلقت كذا والارض اتخلقت كذا والانسان اتخلق ازاي. يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا. المضلين اللي هيضللوك ويقول لك ده اتخلقت كذا وقعد كذا ويعملوا علماء ويعملوا انزحه، مفهوم؟ انا ما كنتش واخذهم متعدين عشان اقول ده قالوا لكم من ورايا، احنا عملناها كده وهم شايفين وبعدين قالوا لكم. يبقى ايه؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا وما كنت متخذة. يبقى لو لم يوجد من يقول ان الشمس انخلقت كذا والارض انخلقت كذا ومش عارف ايه والانسان اتخلق كذا، لو لم يوجد من يقول هذا، ما كان يكون مصير الايه دي؟ يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا. فين هم المضلين؟ يبقى اذا كلهم بيؤكد صدق الله في ان يقول. زي اللي يجي يقول لك انا ماليش دعوه بالحديث النبوي ده، انا ما فيش الا القران. خلاص يا سيدي كتر، متعصب للقران ضد النبي؟ طب انت ما عرفتش القران احنا مين؟ متعصب ضد مع القران ده؟ قال يعني الواد رباني مش مفيش محمد؟ لا لا مش الا القران. طب نقول له يا سيدي تعالى، انت دلوقتي صليت، صليت المغرب ويانا كم ركعه يا حبيبي؟ ثلاثه. من هاتها لي من القرآن بقى، الشطارة جيبها لي من القرآن، الشطارة جيبها لي من القرآن. يقوم يدهش، ما عرفش ان دي تبقى مطب له كده. نقول له انا اجيبها لك من القرآن. ربنا قال لسيدنا ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول اتانا اننا نصلي ثلاثه، يبقى جت من القرآن ولا ما جتش من القرآن؟ جت من القرآن. طيب لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يوشك رجل، يوشك يعني يقرب رجل، يتكئ على اريكته، يقعد قعدة العنطزة، يحدث بالحديث عني. يقول له قال رسول الله. يقول يا شيخ بلا رسول، يقول لي قال الله، بلاش الرسول دي. يوشك رجل خلاص، يتكئ على اريكته، قعدة المتعنطز يعني، يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، كتر خيرك، فما عرفنا فيه من حلال حللناه، وما عرفنا فيه من حرام حرمناه،
ألا وإنما قال رسول الله كما قال الله، لأنني بقول من بطنائل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه. بالله لو لم يوجد واحد الآن يقول لك لا سيب الأحاديث دي، كانت الآية دي تنفع إزاي؟ الحديث ده يجي إزاي؟ يبقى إذا مجيء الحديث بأن يحدثنا بما يقال، نقول له حتى أنت أغبية، لو كنت عرفت الحديث كنت عرفت الحديث دي، ما كنتش تقوله علشان تبقى تقول النبي قال إن واحد يحدث ونقول ما قلناش هو ما دي ولا قال. نعم. طب ما دام هو خلق السماء والارض اكثر من خلق الناس، ولا كانش حد موجود وهم بيخلقهم، اما هنقول لمين؟ خدوا مني الكلام، اتخلقت ازاي واتخلقت ازاي. طيب فاسال به خبيرا بايه؟ ده الكلام اللي تقدم هنا، خلق السماء والارض في سته ايام وفي الاستواء على العرش. يبقى الحتتين دول مين يجاوبني عنهم؟ الخبير اللي يعمل ايه؟ اللي يعلم ايه؟ خبايا الامور، ودي حد ما حد شافه. طيب كلمه سأله، لماذا يسأل الانسان؟ انت بتسأل عن حاجه، ليه بتسأل عنها؟ لانك تجهلها اولا، هذه اول حاجه. يبقى السائل عن شيء له مراحل، سأل لانه لا يعرف ويريد ان يعرف، هذه واحده. طب يمكن ما يعرفش، انما مش عايز يعرف يا سيدي، وايه يعني من ضمن اللي ما يعرفوش؟ ام قال لك ويكون اهتم به. طب لما يكون ما يعرفش واهتم به يروح يسأل ايه؟ يبقى يسأل عنه. يبقى كم مرحلة بقى؟ لا يعرف ولا يعرف شيء وهو مهتم به، يقوم يعمل ايه؟ يسأل عنه. ما يعرفش والشيء مهتم به يبقى يسأل عنه. اهي مرة تيجي اسأل به واسأل عنه واسأل عنه، بتاخد مرحلة. اولا انت بتسأل لانك انت ما تعرفش، دي خلاص مسلم، انما اول مرحلة تسأل اهتماما بالمجهول، اهتماما بايه؟ به. فاذا كنت مهتم به تسأل عنه، يبقى المرحلة التانية. يبقى مرة يقول فاسأل به، ومرة يقول فاسأل ايه؟ فاسأل عنه. اسأل به يعني ايه؟ ايه يعني اسأل به؟ اهتماما به، ما دام انت جاهله ومهتم تبقى مهتم به، اسأل بسبب الاهتمام به. اسأل مين؟ اسأل عنه. اسأل ايه؟ اسأل خبير، عشان يديك اللي انت عايزه، لانك انت جاهل والامر مهتم به، وما دام مهتم به عايز تعرفه، اسأل اهل الذكر الخبير اللي يعرفه. يبقى إذن أدي المراحل، سؤال لأنك تجهل، وتسأل لأنك مهتم به، فقد تجهل ولا تهتم، إنما أنا أجهل وأهتم بهذا الأمر. طب وما دام مهتم به تسأل من أي واحد، ولا تسأل به الإيه؟ الخبير. يبقى مرة أقول إيه؟ فاسأل به، أي اهتماما به، اسأل مين؟ عنه. اسأل مين بقى؟ المهتم به اللي عن أو عنه، يبقى تسأل الإيه؟ الخبير، الخبير اللي عارف إيه؟ دخائل من الأمور. وخبير يعني عارف دخائل الامور، يعني المستخبي، والسماء والارض دول والحكايه تستوى على العرش دي مستخبيه عنا، نبقى نسال عنها مين؟ للاسف. طب الذين قالوا فاسال به خبيرا، اي ممن يعلم الكلام عن الله من اهل الكتاب، نقول له ما هو هيقول الى الله، هيقول من الى ايه؟ الى الله. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. اسأل به أي اسأل مهتما به، وما دام مهتم به تبقى تسأل عنه، وتسأل مين؟ الخبير اللي يدلك على اللي الرحمن. طيب ذكرت هنا في خلق السماء والأرض ومش عارف ايه الرحمن، وبعدين وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ زي ما قال ايه فرعون، ما رب العالمين؟ انا اسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. اللهم زدني خضوعا كلما زدت، اللهم زدني خضوعا كلما زاد نفورا، اللهم زدني خضوعا.
كلما زادوا قول الحق اسجدوا للرحمن بيجيب الصفة الملزمة بأن تخضع له، ما قالش اسجدوا لله حتى، فأجاب الصفة اللي تدل على تعدي رحمانيته إليك. يبقى ما دام في رحمانية منه ليك يبقى كان واجب انك انت تخضع له ولا لا؟ مش قلنا اجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه؟ ما دام ما تخرجش عن ملكه يبقى لازم تعمل ايه؟ يبقى الرحمن اسجدوا للرحمن. قال وما الرحمن؟ ما نعرفش كلمه الايه الرحمن دي، وما يعرفه بس رحمن اليمامي. انا اسجدوا لما تامرنا الله، اكن الامتناع مش للصفه مش للذات المسجود عليه بل لمن امر بها للامر، زي ما قالوا احنا بنقول انعى الاوي اوي بس ينزل على رجل من الايه من القريتين عظيم. يبقى اذا الامتناع مش عشان الذات الرحمن، بيقولوا طيب انت تامرنا احنا نسكت لان امره هم متعالين ان هو مامورين منه، يبقى مامورين من ده ازاي؟ ايه الميزه اللي فيه عشان يبقى له امر منه؟ وزادهم ايه؟ وزادهم نفورا، والنفور هو الانفكاك عن الشيء بكر، نفر من الشيء يعني ايه انفك عنه بايه؟ بكر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، برضو رجع للآيات الكونية، يجيب لقطة يطلب منهم فيها شيء ولقطة يبين لهم الآيات الايه الكونية، علشان ايه؟ علشان الانسان ساعة ما يشوف انهم ويطلب منهم حاجة ويجيب آية من عنده يعرف التعنت بتاعهم ايه شكل. تبارك الذي جعل في السماء بروجا، احنا قلنا تبارك يعني ايه؟ تنزه وعلى قدره وعظم خيره وبركته. تبارك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. كلمة بروج نكوى السماء ذات الايه البروج، وفيه في قول الحق اينما تكونوا ايه يدرككم الموت ولو كنتم في بروج. يبقى البرج هو الحصن الحصين، المبنى العالي الممكن اللي ما حدش يقدر يجيله، وكل المباني دلوقتي يقول لك برج المعادي برج مش عارف، ما يقالش الا الحاجه يعني ايه الحاجه ايه حاجه ضخمه. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. انتوا طبعا بتشوفوا الجرايد، ويمكن اغلبكم اول ما بيفتح الجريده بيشوف البرج بتاعه في الحمل والمش عارف يمكن حاجه زي كده. تبارك الذي جعل في السماء بروجا اي يسهل للناس امور الحساب، ولذلك الشمس والقمر بايه بحسبان، والشمس والقمر ايه حسبانا. الله ايه يعني حسبان؟ يعني تحسب عليها مواقيتك، تعرف الليل اليوم بالليل والنهار، الشمس تديك اليومية والليلية، لكن ما تديكش اليوم ما تديكش اولية شهر. ايه اللي يديها لك؟ القمر. يبقى الشمس تديني بس ايه حساب اليوم، وبعدين الظلال فيها تديني جزئيات الايه زي ما قلنا بقى المزولة والمش عارف الايه والظل ولا اخر. القمر يديني ايه؟ يديني الشهر. ليه؟ لان القمر له جرم وكيفية مخصوصة تعرف بها الايه ان دي في الاول يبدو هلال كده ايه يبدو هلال بسيط، وبعدين يبقى تربيع اول، وبعدين يبقى تربيع ايه ثاني، والى ان يصل الى الايه. تبارك الذي جعل في السماء برودا، واحنا عندنا البروج بتاعة السماء 12 برج، 12 برج اظن ان هم مجموعين كده ال 12 برج في ايه؟ اولها الحمل مش كده؟ حمل الثور جوزته السرطاني، خلاص، ورعى الليث الاسد يعني، سنبل الميزان، عقرب القوس، جدي دلو وحوت، ما عرفنا من امه السريان.
ادي البرج، البرج ال 12 حمل، ادي الحمل، حمل الثور يبقى الثور، جوزة يبقى الايه الجوزاء، وبعدين يجي مين السرطان، ورعى الليث الاسد، والسنبله سنبله الميزان، عقرب ادي العقرب، عقرب القوس جدول بتاع القوس، عقرب القوس الجد بتاع الجد، عقرب القوس الجد يدلون وايه وحوت، الحوت الاخر اولها الحمل واخرها الحوت، وكل برج يبدا من يوم 21 في الشهر وينتهي يوم 20، 21 وينتهي يوم ايه يوم 20. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله، ايه السراج؟ السراج اللي احنا بنولعه ده يدي ضوء وفي حرارة، وضوء ذاتي، الشمس تدي ضوء وفيها ايه حرارة، وضوءها ذاتي هي نفسها مضيء. طب القمر بيدينا ضوء بس، انما الضوء من ذاتي، ده الضوء معكوس من اشعة الايه زي بتاع اللي تقع على المراية وتجيلك، يبقى اذا فيه شيء يعطيك ضوءا ذات من ذاته، وده ايه الشمس والنار والسراج. ولذلك يقولوا على القمر الضوء الحليم، ضوء انما ما فيش فيه ايه ما فيش فيه حر، لانه هو مش جاي منه، هو جاي بايه وتعجب انت ان هو عرفناه بقى حجر، مش حجر اللي طلعوا فيه ودونا وجابوا حتة حجرة منه، فبالله لما خذوا حتة حجر منه بالله شفت الإشعاع بتاعه قل ولا حاجة؟ ها؟ ما قلش على أبدا. ليه؟ لأن الدائرة اللي هي هو فيها دي هي اللي بتاخد الشمس وتعكسها ضوء، فلو خدت حتة حجر من حتة برضو اللي تحتها حديد الإشعاع ولا ما تديش هتدي الايه الإشعاع. ولذلك بقى تبارك الذي جعل في السماء ايه بروجا وجعل فيها ايه سراجا وقمرا منيرا. هناك آية تانية، اللهم صل على محمد، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. جعل الشمس ضياء، يبقى الضياء هو اللي يجي ذاتي من الكوكب، والنور يجي من الايه من انعكاس الايه الغير. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. الليل احنا عارفين ان هو ايه غياب الشمس عن نصف الكرة، والنهار مواجهة الشمس لنصف الكرة، واحنا عارفين انهم متعاقبين، الليل يجي والنهار وراه والليل يجي والنهار خلفه، يعني ايه كل واحد منهم ايه يخلف الاخر. المعنى واضح، احنا النهار ده هيخلفه ايه الليل، احنا على المغرب يجي الليل، يبقى الليل اللي جاي خلف مين النهار، والنهار اللي هيجي بكره يبقى خلف مين، يبقى كل واحد منهم ايه خلفه للاخر. على الاول ما دام كل واحد منهم خلفه للاخر، انت بتتكلم دلوقتي صحيح نهار اليوم خلف الامس ويوم الغد خلف اليوم، صحيح الكلام ده، انما انا عايز تجيب لي الايه دي عند اول الخلق، ساعه ما ربنا خلق الخلق وخلق الشمس وخلق الارض وخلق كل حاجه، ما دام الليل خلف للنهار والنهار خلف لليل، ساعه ربنا ما خلق الخلق الاول خلقهم والشمس مواجهة للأرض أم غائبة عن الأرض؟ إن كان خلق الشمس مواجهة للأرض يبقى النهار جه الأول، وبعدين تغيب الشمس يقوم يجي الليل، يبقى في الوقت ده بقى الليل هو الذي خلف النهار، إنما النهار اللي خلق الأول ما كانش خلف الليل لأنه ما سبقوش ليل. طب يفرض ان هو خلق المسألة وخلق الشمس مش مواجهة، يبقى الليل اتوجد الاول وبعدين تواجه يوم يجي ايه النهار،
فإن كان الأول يبقى النهار وجد أولا إنما مش بعد ليل لأنه هو الابتداء، أو الثاني يبقى الليل وجد أولا وهو الابتداء يبقى مش خلفة. وإحنا عايزين الآية تسبق على الكل، كل نهار خلفة لأي ليل. طب في الخلق الأول بقى تبقى إزاي؟ يبقى لازم في الخلق الأول برضو الاثنين خلفة. إزاي بقى؟ لأنه الأرض عرفنا أنها كورة، ما عدناش نجادل فيها، أننا بقى لما طلعنا وخدنا الصورة طلعت كورة خلاص. يبقى مدام هي كورة، الحق سبحانه وتعالى خلق الأرض والشمس والقمر والنجوم، فالمواجه للشمس صار نهار وغير المواجه صار ليلا، ثم تدور الدورة فيجي الليل مطرح النهار والنهار يبقى كل واحد منهم خلف الثاني ولا لا؟ يبقى لا يتأتى إلا إذا كانت الأرض مكورة، لا يتأتى إلا إذا كانت الأرض إيه؟ مكورة. فما واجه الشمس كان نهارا وفي الوقت نفسه ما لم يواجهها كان ليلا، ثم تدور فيبقى الليل يخلف النهار والنهار خلف الإيه؟ يبقى الآية لا تصلح إلا إذا كانت مكورة. ودي بيؤيده قول الحق سبحانه وتعالى: ولا الليل سابق النهار، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. كلهم بفلك نفس. طب معنى لما يقول ولا الليل سابق النهار، ده ساعة ما يقول ولا الليل سابق النهار تقول ده ما جانيش ولا فلان جانيش، لازم يكون معطوف. يقول ولا الليل سابق النهار يبقى معناها ايه؟ ولا النهار سابق الليل. طب وش معنى بقول ولا الليل سابق النهار؟ لانهم كانوا بيعتقدوا ايه؟ بيعتقدوا ان الليل اتخلق الاول وبعدين النهار جه. ليه؟ طب اعتقدوا هذا الاعتقاد ليه؟ قال لك لان الزمن عندهم يثبت بليله. انت بتصوم الاول وبعدين تشوف الليل، ولا بتشوف رمضان في الليل؟ يبقى ليل الليل هو اللي يجي الاول ولا لا؟ ده رمضان يدخل يومه بايه؟ بليله. يبقى ما دام الزمن دخل بليله يبقى الليل سابق النهار. اذا هم يعتقدون هذا، وما داموا يعتقدون ان الليل سابق النهار يبقى بداهه انهم لا يعتقدون ان النهار يسبق الليل. بقى ما دام الليل ايه؟ يبقى دي قضيه هم مسلمين بها. القضيه المسلمين بها القران سابهم عليها، انت زي ما بتقولوا الليل ما ايه الليل سابق النهار، يبقى معناها النهار لا يسبق. قال لهم كمان والليل لا يسبق النهار، يبقى لا النهار سابق الليل ولا الليل. طب لو ان الارض مسطوحه كده، ان كانت الخلقت مواجهه يبقى النهار اتوجد الاول وبعدين تغيب يجي الليل، مش مواجهه يجي الليل الاول، وهو ايه اللي ده سابق ده؟ يبقى لازم وجد معا، ولا يوجد معا إلا إذا كانت مكورة. فما واجه صار نهارا وما لم يواجه صار ليلا في الوقت نفسه، يبقى لا الليل سابق النهار ولا النهار سابق الليل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. وهناك بقى مدام الليل والنهار، أي نهار وأي ليل؟ نهاري أنا ولا نهار اللي مقابل ليه؟ ده كل واحد من مليون من السنة يطلع نهار ويبدأ ليل. يعني الشمس لما بتغيب عني دلوقتي، ساعة ما تغيب عني بطلع عند ناس ولا مش عند ناس؟ وعند ناس الظهر وعند ناس العصر، مش كده ولا ايه؟ وعند ناس الفجر. والله اذا كل الزمن فيه الزمن، يعني دلوقتي فيه بلاد فيها ايه؟ الصبح، وبلاد فيها الظهر، وبلاد فيها العصر، وبلاد فيها المغرب، وبلاد فيها العشاء. خلاص بلاد يؤذن فيها للصبح، وبلاد يؤذن فيها للظهر، وبلاد يؤذن فيها للعصر، وبلاد يؤذن. اذا هذا الاختلاف معناه ان نغمه الاذان الله اكبر شائعه في كل الزمن، فالله معبود بكل وقت في كل زمن. يبقى بنصلي الظهر له، وناس بيصلوا له العصر، وناس بيصلوا المغرب، يبقى معبود في كل زمن بكل الايه؟ بكل الاوقات. ومش كده بس، ده فيه بلاد دلوقتي بتقول الله اكبر الله اكبر، بتأذن وواحد بيقول اشهد ان لا اله الا الله،
وواحد بيقول لا اله الا الاخرانية، يعني ورا بعض ورا بعض. وبعدين قال انتم الليل والنهار، الليل احنا جعلناه مع الليل جعلناه سبات تناموا ترتاحوا فيه، والنهار معاش. القضية مش ثابتة، في مصالح تحتاج الى قوم لا يعملون الا ليلا. طب الناس اللي هتاكلهم بكره دول مين اللي يخبز لهم؟ ولازم الناس شغالين بالليل، الناس اللي بيحوصوكم اشتغلوا بالليل، الناس اللي قاعدين في المستشفيات يستقبلوا اللي مش عارف ايه، لازم يشتغلوا بالليل. اذا ففيه لازم ناس، صحيح الجمهره انه ايه؟ انه بالنهار بنشتغل وبالليل ننام، لكن في مساله ايه؟ تضطر ان فيه ناس يشتغلوا، يبقى لا ينامون الا. فلو ان القضيه دي والليل سبات تمشي ولا فيش فيها حته تدينا المنفذ ده، كنا نقول الكلام متناقض مع كونيات الخلق. لكن هو يجي في ايه ثانيه يقول ايه؟ ومن اياته منامكم بالليل والنهار. لان في ناس هيضطروا يعملوا ايه؟ نوم النهار. او هنا بقى يقول لك يا من شغله نهار عمله عن ذكر ربه، عندك الليل انتهز فيه الفرصه. ويا من شغله نوم الليل عن عندك النهار. ولذلك الحديث يروح جاي لنا يقول ايه؟ ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب. فمن فاته شيء في نهار فليتدارك في ليل، ومن فاته شيء في ليل فليتدارك. طب اذا كان الله يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار، ليل من ونهار من؟ طب ده النهار مستمر والليل ايه؟ يبقى الله باسط يديه دائما. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. بس لمين بقى؟ لمن أراد أن يتذكر، اللي بيتمعن في المسائل وعايز يشوف إيه المسألة دي، وعايز بده يصطاد لله نعم يشكره عليه. إنما اللي منصرف بقى هو حر، ولكن مع فضل الله إنه هو ينبهني. كان زي ما قلنا زمان إنه يسيبنا كده نتنبأ إلى هذه النعم، لا هو برضه لفت نظرنا لأننا أهل غفلة. أهل إيه؟ أهل غفلة. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضه بعضا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي شكرا مبالغة في الشيء في الشكر. بعد ما ذكر بقى الكلام ده كله قال أنا هقول لكم بقى خلاصة الناس اللي اتبعوا المنهج وسيبكم من اللي أعرضوا عن المنهج. خدوا بقى صورة من عباد الله. احنا قلنا في عبيد وفي ايه؟ وفي عباد. كلنا عبيد، الكافر من العبيد وعبد. ليه؟ لأن ما دام بيطلع عليه في حياته ما لا يستطيع أن يدفعه مع أنه يكرهه يبقى مكور، وما دام مكور يبقى في سيد بيكره. ولذلك احنا قلنا إن العبد الكافر اللي تمرد على إيمانه بالله وتمرد على تصديق الرسول وتمرد على احكام ربنا، نقول له انت الفت التمرد. ان كنت بقى صادق في هذا التمرد حين يريد الله ان يمرضك تمرد على المرض، قول لا مانيش مريض، مش حام، مش حاعي. لما يجي يقبضك ويموتك قول لا مانيش حام. اشمعنى هنا بقى تبقى انت عبد غصب عنك؟ اذا ففيه امور لك فيها اختيار فتتمرد فيه، وامور مخور فيها تبقى العبوديه وياك ولا لا؟ يبقى كلنا عبيد لله فيما نحن مقهورون عليه، وبعدين لنا حصة اختيار. المؤمن قال له يا رب انت خلقتني مختار، انا هسمع كلامك واسيب اختياري دي. يبقى انت بقيت عباد بقى من العباد. يبقى العباد هو من ترك اختيار مراداتهم في الاختيار الى مرادات ربهم في التكليف. نعم. عايز تقول لنا بقى على العباد دول بقى ايه هم؟ وعباد الرحمن، كلمة عباد تفيد اننا يعني عبيد وسادة ومش عارف ايه، اصلهم عبيد لرحمن. عبيد. ولذلك الحيسية، حيسية التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء، ايش معنى طلعوا للسماء كده معنا ويستدعيه له كده في الأرض؟ قال سبحان الذي أسرى بعبده. فكأن علة الارتقاء ده ايه وايه؟
يبقى العبودية هي ارتقاء الذلة. واحنا بنكره الكلمة دي في البشر. انا قلت لكم زمان بنكره كلمة العبودية دي ويستعملوها بقى في ساسة ويتكلموا بقى ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، كأن كلمة العبودية كلمة ايه، نقول له معذورين، لان عبودية البشر للبشر تجعل السيد يأخذ خير عبده، لكن عبوديتنا لله نأخذ خير الله. هذا الفرق. يبقى دي عبودية سيادة ولا مش سيادة؟ عبودية سيادة، لان لما تآمن بالله، ساعة ما آمنت بالله ربنا يديك الزمام، انت آمنت بي خد الزمام. ازاي؟ قال ان اردت ان اذكرك، انت عايز ان اذكرك اذكر، يبقى الزمام في بيد مين؟ من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. خلاص. واللي يجيني يمشي اجيله انا هقول له خليك مطرحك انا مش هتعبك، انا جاي لك انا. ولما يستدعيك هو خمس اوقات يقول لك لا، ده انا بسأليك خمس اوقات بالامر عشان عايزك تأنس بربك، انما انت حر تيجي في اي وقت من غير مواعيد، وانت اللي تنهي المقابلة، تجيني بيتي وبعدين انت اللي تنهي المقابلة. اتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب خلق الله، ساعة ما واحد يحط ايده في ايد سيدنا لا ينزع رسول الله يده منه حتى يكون هو الذي ينزع، ادب من ادب الحق. يبقى دي عبودية للرحمن ولا لا؟ مش عبودية لجبار، عبودية لمين؟ عباد الرحمن. ايه هم بقى؟ قال لك جايب الصفات الاجتماعية اللي تنشأ في المجتمع حب الاستطراق الإنساني. قال إيه أول وصف لهم؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يمشي كده برفق، يمشي بلين. ولذلك يقول لك إيه، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض إيه مرحا بصرا كده وماشي مش عارف إيه وبتاع وبتاع. وبعدين يقول له إيه، إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. ايه فوق لنفسك، انت بتضرب برجلك كده ليه وانت ماشي وعامل مش عارف ايه، مش هتخرق الارض، اذا فالارض اسوت لك. وبتعمل كده وتشمح كده، ما انتش هتبلغ الجبال طولا، ادنى منك في الخلق خير منك في العلو وفي الثبات. تبقى بتعمل كده ايه الحكايه بتاعتك دي، ولا تصعر خدك ايه الناس ولا تمشي في الارض ايه انك لم ايه ولم تبلغ الجبال طولا. يبقى في خلق ادنى منك احسن، يبقى ما تعملش العملية دي. وتصعير الخد معناه انك تميله. ولذلك انت تقول على واحد يا اخوان الولد ماشي ماشي كده صد وعوك كده، مش بتقول كده معنى صد وعوك دي؟ اصل الصعر، الصعر مرض يصيب البعير ويجيله من النكفية ولا حاجة فيك ويخليه تملي ماشي عامل بجنب كده. اه دي شكل ايه، شكل متكبر اللي عامل. ولذلك قل له فدع كل طاغية للزمان فإن الزمان يقيم الصعر. خليه كده وبعدين هينعيد الغصب عنه. نعم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي برفق ولين دون أشل ودون بطل ودون تعال ودون ضرب على الأرض. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الجاهل اللي عنده سفة، اللي ما يدرك، اللي ما يدركش مقاييس الأمور لا في الخلق ولا في الأدب. وإذا خاطبهم الجاهلون، قال لك ما تخاطبهمش زي ما خاطبوك وإلا تبقى زيهم. لازم تقرعهم بأنك تكون مؤدب عشان لما يمشوا يا أخويا لو حبيت أحفظ الولد ده وقعدت تقول له بدي إيه ويقرأت في نفسه اللي انت ما ايه اللي انت ما ايه، ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ايه ولي حميم والى لقاء اخر.